احنا يعني مراكش لم تقم بطولة عربية ولكن قامت بطولات عالمية، وهذا يعني يعتبر جزء زي ما يقولون افضل ان احنا دولة منطقة خاضت تجربة قوية مع على المستوى العالمي. فمراكش جميلة جدا، انا مثلا جزء من جمال المدينة، اولا التجهيزات الكبيرة، كذلك وجود الفنادق القريبة جدا، يعني معظم الفنادق ليست تبعد أكثر من 10 دقائق يعني، وهذه نفتقدها بالكثير من الدول. يعني أنا قبل قليل قلت أني كنت في كوريا كانت السكن اللاعبين إلى الملعب أكثر من ساعة بالسيارة، هنا الآن 5 دقائق، يعني معظم الفنادق موجودة قريبة جدا. وأيضا وجود مدينة مثل مراكش فيها كل التجهيزات، كل يعني من سكن، من إعاشة، من مطاعم، من يعني هذه تجعل نجاح أكبر. والمغرب ككل يعني هي مضيافة زي ما نقولها عندنا في السعودية، هي مضيافة وتسعد بالضيف. فهذه الكثير من الدول كانت سعيدة جدا عندما أولا البطولة أسندت إلى المغرب، وأيضا وجودها في مراكش. والحمد لله أنا حتى مطار مراكش الدولي موجود في الطيران كثير، فكل عناصر النجاح موجودة. ولهذا ذكرت أن البطولة ناجحة قبل أن تبدأ. عدد الدول عندنا 16 دولة وما لا يقل عن 250 لاعب ولاعبة، وأكثر من 250 يعني. في بعض الدول كانت مبدئيا كانت مشاركة، ولكن بعض المشاكل اللوجستية حالت دون مشاركتهم. بالنسبة إلى الأعداد، حتى الحكام الجامعة المغربية حددت في حدود 120 حكم وحكمة، وأيضا متطوعين. فيعني الكل أقولها مرة ثانية، كل عناصر النجاح متواجدة، وإحنا سوف نسعد فقط إن إحنا زي ما يقولون نشاهد مثلكم لجمالية هذه البطولة.